نناقش فيه إيش الأشياء اللي ممكن تمنع الخير من حياتي، إيش الأشياء اللي ما تخليني أتوفق، إيش الأشياء اللي تخلي حياتي دائما مكانها. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ليش أنا أعتقد وأتوقع وأشوف أنه أنا أسعى أن حياتي تصير كويسة بس حياتي دائما تتكركب؟ اليوم إحنا بنحاول ندخل في النقطة هذه، بنحاول نحلها، نحاول كذا نناقشها ونفصفصها. في الدرجة الأولى تراها أفكارش، وأكيد أنه أنت سألتي نفسش قبل شوي لما قلت ليش إيش أكثر شيء قاعد يصير في يومش. ترى أنت لو لاحظتي ولو بديتي تركزين إيش اللي قاعدة تفكرين فيه بشكل يومي، إيش اللي قاعدة تحدثين فيه نفسش، راح تعرفين الآن أنت على أي سلم واقف، في أي درجة واقف. هل أنت في المستنقع؟ وهل أنت سالب 10 أو 20؟ أو أنت درجة 1، درجة 2، درجة 3؟ هل أنت الأشياء اللي قلتها لك قبل شوي أنت كلهم جاي فيهم على اليمين أو أنت على الشمال؟ هل أنت في السلب أو في الإيجاب؟ ترى على طول حتى لو ما كملتي المقطع، مجرد انه انت اخذتي من المصفوفه البسيطه اللي قلتها ليش وجاوبتي عليها راح تعرفين الان فعلا وين انت. اعتقد الان انه انت راح تقولين اها والله فعلا انا من الذين ضل سعيهم وكنت فعلا احسب اني احسن صنعه، او راح تقولين لا الافكار هذه مو عندي ابدا، الافكار الشيطانيه اللي راح نقول انها على اليسار، او راح تقولين انا بشر وانا مختلطه بين الاثنين، كلنا بشر وكلنا نغلط وكلنا نفكر بطريقه مره بطريقه صح ومرات بطريقه غلط. بس اليوم انا وانت راح نقرب الفكره ونحط عليها المجهر ورح نفهم نفسنا. الأشخاص اللي متوفقين بحياتهم دائما الصفات الإيجابية أكثر من الصفات السلبية، دائما تفكيرهم في الجهة اليمنى. أبغاش تركزين على شيء تراه شيء مهم، أنا مو قاعدة أتكلم معاش في السلوك، هل أنت تضرين أحد، هل أنت تأذين أحد، هل أنت تتكلمين على أحد بلسانش. أبغاش تركزين أنه أنا كلمتش عن المشاعر، يعني عن الأشياء الخفية، الأشياء اللي في داخلش. كل ما حملتي مشاعر سيئة في داخلش كل ما بدت الأشياء من داخلش تتكركب وتتعسر، وكل ما حملتي الجانب الإيجابي كل ما أنت راح تلاحظين فعلا أنه حياتك ماشية بطريقة أو برتم كويس، أو قاعدة تمشي بترتيب صح، مو تمشي خطوتين وبعدها تنزل لتحت وبعدها يلا أنه أنت تقدرين تطلعين سلمة واحدة، فتمشين بالسلم هذا تقولين آه الحمد لله يلا ها ها كويس مشينا كويس الحمد، تنخسفين 3-4 سلمات، سالب 4 سالب 6 سالب 8 سالب 10. وسبحان الله راح نلاحظ الإشارات اللي في القرآن، الطيبات للطيبون، الطيبون للطيبات. عرفتي الموازنة هذه كيف؟ تفكير طيب، تفكير كويس، راح تصدر عنه حياة كويسة. تفكير خبيث، تفكير غير سوي، تفكير سيء، نوايا سيئة، راح تصدر عنه حياة سيئة. أعتقد اليوم الكلام هذا يعني فيه توضيح ممكن بعدها أنت تقفزين كذا ترتقين 10 سلمات في وعيش، في إدراكش، حتى في الاستغفار. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، بعدين إيش؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. فكل ما أنت نظفتي من داخلش النتيجة بدون أدنى شك راح تكون هدية، راح تكون جوائز. يرسل السماء بكبرها، يعني شفتي كيف جائزة إنه أنت استغفرتي؟ يعني أنا أفصحت عن الذنوب وبعدين قلت أنا آسفة، شفتي كيف الجزاء؟ الإسلام بني على 5 اللي هي أركان الإسلام، لكن إحنا لا نعتقد إنه إحنا بس مسلمين عشان نصلي ونصوم ونحج، وإنه الأمور هذه هي لوحدها اللي راح تيسر حياتنا، لأنه في الحديث الدين المعاملة، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. شفتي إنه الدين والأركان هذه تحتاج قواعد أخرى، تحتاج أشياء ثانية. يعني إحنا اليوم نبغى نركز على إيش اللي في داخل الشخص هذا من معتقدات ومن أفكار ومن مشاعر ومن نوايا. ترى في ناس كثير مسلمة بالمظهر لكن حياتها كلها مع غيرها، وحقد وحسد وغيرة وخوف وشك وعين وحسد ونواياهم كلها أذى، وبعدين يجي يسأل نفسه يقول ليش الله ما وفقني. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أحيانا نشوف مسلم يصلي ويصوم ويروح للمسجد، حياته عسرة، حياته نكدة، على قولتهم وين ما يطقها عوجة. ونشوف الجانب الثاني كافر لكنها غني، حياتها ميسرة، أمورها ميسرة، أمورها مسهلة. أصلا حديث الدين المعاملة يا الله كذا شيء يصعقش، يخليش تعرفين أنه الرسول عليه الصلاة والسلام لخص الدين بالكامل في معاملتش، تعاملش، يعني في حسن خلقش. تراه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعني لما يقولش الدين المعاملة فأعرفي أنه من أهم أركان حياتش، من أهمها على الإطلاق المعاملة، أنه أنت كيف تتعاملين مع اللي من حولك. طيب لو جينا في الجانب الثاني وقلنا إيش هي الأشياء اللي ما تخلي الإنسان يتوفق أو ما تخلي الخير يدخل لحياته، أول شيء
وهذا اللي يمكن 70% من الفيديوهات اللي موجودة على القناة تكلمت فيها عن نفس الأمر هذا، هي عدم المسامحة، إنه الإنسان يظل حاقد وشايل في قلبه على شخص سنين طويلة، سواء لشيء كبير أو شيء صغير، لأنه الإنسان اللي ما يسامح دائما راح يظل غاضب، راح يظل متوتر، وما راح يكون عنده رضا، أصلاً هو مجرد ما يرضى خلاص يسامح ويسلم الأمر. كمان التشاؤم، سواء عن نفسك عن حياتك، لأنه فكرة التشاؤم تفقدش إنه أنت تحسين بالنعم، أنت تكونين في حالة سخط على طول، فما تشوفين أي نعم عندك، أنت بس تشوفين النعم اللي عند غيرك. والإنسان إذا فقد نعمة الشكر عاش في دوامة، في دائرة صغيرة في الحياة، وكأنه معزول عن الدنيا كلها، لأنه مستحيل يحس بملذات الحياة إذا ما كان عنده جانب الشكر في حياته.